هاو في بالك هاو في بالك. مرحبا، كنت حكيت لكم على مسؤولية المقاول المشدة، وللتذكير فان المسؤولية هذه ماهيش في العيوب الكل، وإنما تقتصر على العيوب الخطيرة كيما كي تهدم البنية ولا تظهر عليها عوارض في المتانة متاعها. ونزيدكم زيادة فان المسؤولية متاع المقاولين مقيدة من ناحيتين، الناحية الأولى هي يلزم القيام بالدعوة في أجل معين، والناحية الثانية إنه المقاول مسؤوليته ماهيش حتمية وإنما يمكن له يدفع المسؤولية عليه. والناحية الأولى هي أجل القيام بالدعوة، وهنا الأجل يكون 30 يوم إذا كان محل عقد المقاولة من المنقولات، وإذا كان عقار يكون أجل 365 يوم معناه عام من تاريخ التسليم، وبطبيعة الحال 10 سنين بالنسبة للعيوب الجسيمة واللي يترتب عليها الضمان. والأجل هذا يمكن الاتفاق على إطالته، لكن ما يمكنش يقصروا فيه على خاطر بموجب القانون ويهم مصالح الغير. والناحية الثانية إنه الإنسان يزم يثبت في الشكوى على خاطر مسؤولية المقاول ماهيش حتمية، وإنما ينجم يدفع بإنه ماهوش منه، وإنما راجع إما لسبب أجنبي عليه ولا الخطأ من صاحب المنشأة ولا من فعله. والسبب الأجنبي هنايا نجمو نحكيو على القوة القاهرة كيما الزلزال ولا الصاعقة ولا العاصفة القوية ولا الثلج اللي كيهبط زادة مشكل عادة، وتتنحى المسؤولية على المقاول زادة إذا كان أثبت إنه الخطأ ناتج على مقاول آخر ولا متدخل آخر في البني. وينجم زادة يدفع المسؤولية كي يكون الضرر الراجع لصاحب المنشأة في وضع الرسم الهندسي وإلا إدارة عمليات البناء وإصراره على تطبيق تعليماته بالرغم من تحذيره للمخاطر. وهنايا من المنطقي إنه إذا كانت التعليمات فيها مخاطر جسيمة يتعين على المقاول إيقاف عملية البناء على خاطر المسألة تهم سلامة الأشخاص. وللتحذير من مخاطر بالنسبة للمقاول تكون هنا عن طريق عدم منفذ، وهنا يظهر اللي تأمين المسؤولية للمتدخلين في البني وجوبية. هذاك علاش المراقبة الفنية في القانون ولات إلزامية باش يساهم في الوقاية من المخاطر الفنية اللي يمكن تعترض لهم. وهنا نطبقوا قاعدة الوقاية خير من العلاج، وكما نراو ملا انه المسؤولية وتحديدها هام في القانون، لكن ربي يهدينا خاطر ولينا نراو ياسر في حالات بناء لا رسم هندسي ولا رخصة ولا مواصفات المواد البناء. وهنايا انا ماشي بالقدرة وبرا، وربي سلمني وسلمكم المخاطر، وان شاء الله نهاركم زين وفي امان الله. هاو في بالك هاو في بالك.